اشتري عربية دي لفترة بدور يعني، بس لما عرفت ان السوق فتح النهاردة فقلت اجي اشوف الدنيا فيها ايه. تجربة كويسة الصراحة وحاجة كويسة يعني ان المحافظ وفر حاجة زي دي هنا في بني سويف، ما كانش حد عملها قبل كده والصراحة. محافظ عشان هنا في نهاية محور المستشار عبد المنصور، يعني احنا كده طريق ديمو الفيوم بالظبط 40 دقيقة نبقى في الفيوم. الصحراوي الشرقي اهو طريق الجيش جنبينا ساعة بالظبط و10 تبقى في المنيا. بالظبط 40-50 دقيقة تبقى في حلوان والقاهرة وسوق العين السخنة اللي هو سوق الجمعة. وان شاء الله بفضل مجهود كل الناس واصحاب معرض السيارات السوق ده هيستمر ان شاء الله وهينجح وهيكبر. النهارده السوق اول يوم ما شاء الله، جينا لقينا خدمات دورات مياه، لقينا مكتب جديد وفي تامين كامل وفي مطافي وفي اسعاف، ويعني كل الخدمات موجوده في السوق. وان شاء الله من يوم ليوم ومن سوق لسوق هتزيد وتتسع الخدمات معانا. وكل دي نقله حضاريه دلوقتي في بني سويف، اما احنا نعمل سوق زي ده في محافظة بني سويف ويبقى خادم شمال الصعيد كله، دي نعتبرها ان نقلة حضارية تحسب لسيادة المحافظ والمسؤولين في البلد. ودي بداية طريق الإصلاح، وان نبقى بدل ما اهل بني سويف القاهرة وشمال ويمين، اهل بني سويف يتحركوا شمال ويمين.